يا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي وينت. نستعرض معكم ابرز المواضيع المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام وتويتر، وكذلك فقرتنا المعرفية والتي نتعرف فيها على كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. كل هذا ولكن بعد فاصل قصير. مرحبا من جديد. طارق صالح يطالب برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. طالب العميد طارق محمد عبد الله صالح قائد المقاومة الوطنية حراس الجمهورية المبعوث الأممي مارتن جريفيث بالعمل على رفع العقوبات على السفير أحمد علي عبد الله صالح بشكل فوري. وقال طارق صالح في تغريدة له على حسابه بتويتر أنه بحث مع المبعوث الأممي إلى اليمن عبر دائرة تلفزيونية آلية وقف إطلاق النار الشامل وتوحيد الجهود لمواجهة كورونا. ولقت تغريدة العميد طارق ردة فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. خلونا نروح نشوف هذا الفيديو الذي يتحدث بإيجاز عن هذا اللقاء، ومن ثم نكمل التغريدات والردود الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي. نشاهد. كما تشاهدون لابد أن نستعرض تغريدة طارق محمد صالح. التقيت اليوم المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث عبر دائرة تلفزيونية للبحث آليات وقف إطلاق النار الشامل وتوحيد الجهود لمواجهة كورونا ومناقشة خروقات الميليشيات الحوثية وعرقلة تنفيذ ستوكهولم. قدمنا ملاحظاتنا حول تجزئة ملف الأسرى وطالبنا برفع فوري للعقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. وبهذه التغريدة هناك ردود كثيرة، والبداية من صفحة نور الجروي. حفظك الله ورعاك سيادة العميد البطل طارق صالح، وحفظ الله سعادة السفير أحمد علي عبد الله صالح، وحفظ الله جميع العفاش، ورحم الله الزعيم القائد الشهيد البطل علي عبد الله صالح ورفيق دربه الأستاذ المناضل الشهيد البطل عارف الزوكا وجميع شهداء اليمن، ولا نامت أعين الجبناء والخونة والعملاء وتجار الحروب. إلى رد مختلف من صفحة عبد الكريم المدي. وفقكم الله ونصركم قائدنا المجاهد طارق، ونتمنى أن تحترم الأمم المتحدة مكانتها وترفع صوتها أمام خروقات الحوثية ومتاجرتها واستهتارها بأرواح اليمنيين. نرفض ازدواجية المعايير الأممية. إلى رد آخر من صفحة محمد أنعم. على بركة الله القائد المتميز في ساحات البطولة سيحقق النجاح في دهاليز السياسة. ورد آخر من صفحة رشاد الصوفي. وفقكم الله فأنتم الأمل للشعب اليمني للخلاص من سلطة الكهنوت الحوثية. أما الأستاذ عبد الله الإرياني فقد غرد وقال: ستبقى مسؤوليتك الوطنية متواترة حتى تحقق النصر للوطن،
وترفع راية مع المخلصين على قمم عطان ونقم وعيبان، ويعود الأمن والاستقرار إلى وطننا الحبيب. حفظك الله وبوركت كل خطواتك ومساعيك، وغدا أجمل مع جسد المقاومة الوطنية وقيادتك الحكيمة. أما حمد الجوري فقد غرد وقال: حفظك الله أيها القيل الحميري والتبع اليماني والقائد المغوار طارق محمد صالح، وأيدكم الله بالنصر والتمكين. عاشت اليمن حرة أبية، بالروح بالدم نفديك يا يمن. التغريدات مستمرة هنا في إطار هذا الموضوع، وخلونا نروح نشوف صفحة ممدوح حمادي. بالتوفيق يا فندم، وفقكم الله لما فيه صالح اليمن، وجنبنا الله وإياكم هذا الوباء، وفك الله جميع الأسرى والمعتقلين، ونصركم الله وحفظكم ولا نامت أعين الجبناء. أما نعمان أبو عفاش فقد قرد وقال: يعطيك الصحة والعافية يا غالي، بارك الله فيك، والرجال أمثالك ستظل مدرسة الشهيد الزعيم الصالح علي عبد الله صالح، تنجب الأبطال الأوفياء بعهد الوفاء بالوفاء، لتصنع تاريخ انتصارا يمنيا لدولة الجمهورية اليمنية وأبناء شعبنا اليمني العظيم. وأما الصحفي اليمني محمد المعمري فقد غرد وقال: حفظك الله يا قائد، عين الصواب ما فعلت، وأتمنى من الله أن يكون مارتن جريفيث مبعوث سلام وليس مبعوث لشب النار والفتنة والافتتان. حفظك الله، نحن كشعب يمني لا ننتظر منهم الخير لبلادهم، لأن الفكر الشيعي صار شعار وغاية لهم. إذن مشاهدين الكرام، نكتفي بهذا القدر من التغريدات، ونروح مع بعض إلى فاصل قصير لنكمل فقرتنا المعرفية والتكنولوجية. مرحبا من جديد. هل تنبأ ابن سينا بفيروس كورونا قبل 10 قرون؟ تداول باحثون وناشطون عرب مؤخرا فيديو لفيلم أنتج من قبل الاتحاد السوفيتي السابق عام 1956. هذا الفيلم يسلط الضوء على حياة الفيلسوف والطبيب العربي ابن سينا، وفيه يقدم العلامة نصائح للوقاية من مرض الطاعون الذي كان يصفه بالموت الأسود، حيث تتشابه إلى حد كبير مع النصائح المقدمة حالياً للوقاية من كورونا المستجد. وهو ما دفع البعض للحديث عن تنبؤ ابن سينا بفيروس كورونا منذ 10 قرون. نشاهد التفاصيل في هذا الفيديو. Я пришёл к выводу, что все заразные болезни распространяются при помощи мельчайших, невидимых нашему глазу существ. Их великое множество. Есть существа лихорадки, персидского огня, чёрной смерти и других болезней. Они прилипают ко всему. К волосам, к лицу, к одежде. Вы сказали, они прилипают? Угу. Может быть, они уже прилипли ко мне? К тебе наверняка. Почему? Да потому, что ты боишься, а болезнь ищет трусливых. Да будет его место в раю. Кто болезни не боится, того боится болезнь. А кто испугается, от одного страха заболеет и умрет. Как же мне теперь быть? Поднять голову и сказать черной смерти: не подходи ко мне. Ну? Эй, черная смерть! Если ты подойдешь сюда, то знай, я вырву все волосы из твоей поганой бороды. Не боюсь я тебя, клянусь красотой всех женщин мира. Ну как? Хорошо. Самый верный способ не заболеть. А теперь нам нужно найти одного человека. Он поможет прогнать черную смерть. Идем. Кто вы? Я Ибн Сина. Ибн Сина? Мне давно хотелось встретиться с вами. Я много слышал о вас. Прежде всего, достойнейший Беруни, прикажите дать нам чистую одежду и сосуд с уксусом, вымыть лицо и руки. У какого народа такой обычай? В какой стране? Это должно стать обычаем той страны, где свирепствует черная смерть. Понимаю. Заходите, заходите. Прошу вас. Досточтимый Ибн Сина, скажите,
Скажите, можно ли бороться с черной смертью? Можно. Да? И для этого прежде всего необходимо освободить людей от страха перед этой болезнью. Самое главное не бояться. صممت شركة سبين لينش نظام صواريخ فائق الغرابة، ومع ذلك حصل التصميم على تأييد الداعمين والمستثمرين. فيما يلي نشاهد آلية عمل هذا التصميم. خلونا نروح مع بعض مشاهدينا الكرام لنتعرف على دراجة دامون الكهربائية، والتي توفر للسائق رؤية مستمرة بزاوية 360 درجة دون أن يضطر السائق إلى الالتفات يمنى أو يسرى، إذ تظهر جميع الزوايا على الشاشة بين يدي السائق. نتابع. إذن مشاهدينا الكرام، نصل وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وكالعادة نترككم مع فيديو كليب للوقاية من كورونا ولكن بقالب كوميدي جميل. كونوا بخير، جمعتكم طيبة، لنا لقاء يوم السبت في أمان الله. تبشر من العيون قولوا له امكم تبشر من العيون. انت صف كم؟ انا صف ثامن. وانت ايش اسمك؟ مالك يا ابا انا راجح. ما شاء الله كبرت. وانت ين قد شفتش؟ كنت شفتني في الراديه. زفاجة جعل لي مكسر. الصدق يا عيال طلعتوا طيبين، وأعتذر لكم من ماضي السنين، وأنصح كل أب يجلس مع العيال ينسوا هالتعب ويصبر كل حال، ينسوا هالتعب ويصبر كل حال، ينسوا هالتعب ويصبر كل حال.